بعد 30 سنة من العمل في مجال التكوين العالي وفي مجال التدبير HM ارتأت باش تفتح اليوم مؤسسة جديدة في ميدان الإعلاميات ولتكوين مهندسين في الإعلاميات. هذه المؤسسة الجديدة تتبنى على ثلاثة ديال المحاور الأساسية. المحور الأول وهو التكوين غادي يكون تيتصب في مجال التقنيات الحديثة في مجال الإعلاميات والإنفورماتيك. التقنيات الحديثة اللي تطورت بشكل كبير السنوات الأخيرة وغادي تطور في السنوات المقبلة أكثر وأكثر، لذلك فخصها تكون مقوم أساسي في التكوين. المقوم الثاني وهو التكوين في مجال بعض الركائز الأساسية سواء في العلوم سواء في الرياضيات سواء في تدبير المقاولات. فهذا الركائز هما اللي تيجعلوا بأنه المتخرج من هذه المؤسسة غادي يكون عنده الإمكانية على أنه يساير تطور المؤسسات فين غادي يعمل، وغادي يكون عنده الإمكانية على أنه يتأقلم مع الظروف ومع المتغيرات ديال الميدان ديالو. والمقوم الثالث وهو لي سوفت سكيلز أو التكوين الذاتي ديال الطالب، اللي في حد ذاته هو من المسائل اللي كانت في HM من هذه 30 سنة واللي اليوم تطورت، واللي اليوم احنا فرحانين بانه تنشوفوا بانه شملات جميع المؤسسات، ولانه الباشلور الان كيف مقترح من طرف الوزاره تيشمل هذا الركيز الاساسي اللي هو لي سوفت سكيلز. فحتى حنا هنا في هذا البرنامج غادي يكون عندنا بعض لي زاكتيفيتي، بعض البرامج اللي خاصه بهذ لي سوفت سكيلز واللي غادي تدوم على 5 سنوات ديال التكوين، واللي باش تعطي الامكانيه لهذا الطالب اللي غدا باش يكون اطار في الشركه ديالو على انه يتعامل ويتواصل مع الرفقاء ديالو في المؤسسه، ويكون عنده امكانيه على انه يعطي اكثر للشركه ديالو فين غادي يعمل غدا ان شاء الله. العلاقه مع سيسكو ومع مايكروسوفت ومع شركات اخرى اللي بغينا باش في ختام الدراسه ديالو الطالب ديالنا غادي يخرج بالدبلوم ديال HM Engineering School، وغادي يخرج موازاة مع الدبلوم غادي يكون عنده واحد العدد ديال لي سيرتيفيكا بروفيسيونيل، منهم لي سيرتيفيكا دو سيسكو، لي سيرتيفيكا ديال مايكروسوفت، باش يكون موجد بطريقة مباشرة للعمل الميداني. هاد لي سيرتيفيكا غادي يكونوا مندمجين في المقرر، على انه في خلال المقرر السنة الأولى والثانية والثالثة الطالب غادي يكون ملزم على انه يعمل هاد لي سيرتيفيكا ويدوزهم وينجح فيهم. خصهم يكونوا عندهم البكالوريا علمية. المعدل ما عندناش مشكل، خصنا ينجح في المباراة اللي عندنا، والمباراة اللي تتكون من دراسة الملف، امتحان كتابي تيخص لي مات اي لا لوجيك اي لو فرونسي، وامتحان شفوي اورال باش نشوفوا لي موتيفاسيون ديال الطالب بارابور لهذا التكوين. هذا السنه غادي تقاف الى خلينا لي فري دانسكريبسيون ديال 5000 درهم تتقاب 54000 درهم في السنه. فيها واحد الصبغه خاصه لانهم تيوسعوا المجال ديال التكوين ديالهم في المدرسه ديال الهندسه المعلوماتيه. الشراكه اللي وقعنا اليوم فهي يعني تتمكن HM باش يستعملوا الكورسوس يعني المكونات ديال مايكروسوفت اللي يقدموها للطلبه ديالهم باش يمكنوهم ياخذوا واحد التكوين يعني عملي اللي تيطلبوا سوق الشغل. وحنا خدينا اشتغلنا معاهم باش نشوفوا شنو هما المكونات الاساسيه لهذه الشراكه هذه، وتنشتغلوا بالاساس على 4 ديال الميادين اللي هما البيك داتا، والميدان الثاني اللي هو الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا الذكاء الاصطناعي والسيبر سيكوريتي، والمجال الرابع هو كل ما يتعلق بالديفلوبمون ولا البرمجه. في الاطار ديال هذا التكوين اللي على المجالات هادو ديال مايكروسوفت، الطلبات يمكن لهم في الاخير يخضعوا لواحد الامتحان اللي تيعطيهم واحد الشهاده اللي هي عالميه.
تتمكنهم باش يبرهنوا بان عندهم واحد المكونات على الصعيد الوطني بطبيعه الحال والصعيد العالمي. فهذا تيمكنهم ان شاء الله باش يوجهوا سوق الشغل بواحد الطريقه سلسه، وكذلك تيمكن لهم باش يكونوا عمليين، حيث التكوين وبالاساس التكوين في المدرسه ديال المهندسين في المعلوماتيات هو لازم يكون تكوين عملي، لان هذا هو تيطلب سوق الشغل، ماشي نبقاو غير في التكوين البيداغوجي بصفه عامه. والحمد لله اشويم شفت اليوم انتم كذلك طلعتوا على البرنامج ديالهم، فهما طموحين باش يكونوا مدرسه عمليه، وهذا هو ان شاء الله الهدف ديالنا من خلال هذه الشراكه معهم. هو حنا شركه مكخزوية مفتوحه على 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 كل الناس اللي تيتمناو يولجوها. هذا التكوين هذا هو تيعطيهم واحد الدعم باش يكونوا عندهم كما تنقولوا باللغه الفرنسيه لابيليزاسيون مايكروسوفت، يعني عندهم واحد اختصاص في مايكروسوفت، ولما لا ممكن يولجوا لمايكروسوفت في المغرب ولا في الصعيد العالمي، فاش عندنا دي سونتر دو كومبيتونس ولا سونتر ديفلوبمون لي تطوير. فهذا ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون خطوه اوليه باش يولجوا من خلال هذه البوابه هذه للسوق الشغل.